انت مين؟ انت مين وبتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعمل ايه يا حرام؟ بيبس! حرام يا بيبس! حرامي! بيبس! انا مسكت الراجل ده وهو بيسرق الخزنة! انا اللي مسكت الحرامي ده وهو بيسرق الفلوس! انت تاني؟ كل اللف والدوران ده عشان تيجي تسرقنا وتاخد فلوسنا يا حرامي. يا صوت بيبرس تتخانق مع حد؟ تلاقيه بيتخانق مع حد مش شغالين. تعالى نشوف ايه. انا ماسك نفسي بالعافيه وديني لو ما سكتت ما هيحصل لك. طيب ده انت بجح قوي. انت مش طالع من هنا غير على التخشيبه. المره دي لا يمكن اعديها لك حتى لو مين حاول ينقذك مني. في ايه يا بيبرس؟ انت هقدم لكم الاستاذ صديق بابا الحرامي. فدع الخزنة وعبى كل اللي فيها في شنطته. لولا ان سعيد ظبطوه كان زمانه قشطنا. الولد ده هو اللي حرامي. انت جاي استنى يا سعيد. ما تغطيش كده بس. بيبس خد اصحابك ومش اطلع بره. بابا انا مش هسكت المره دي. مش هسيب. قلت لك اطلع بره. بابا بيبرس معاه حق. لازم نبلغ البوليس. خد اختك واطلع بره واقفل الباب وراك. يا بابا اسمعني بس اديني فرصه اكلمك. دامر اطلع بره. يلا يا ليلى يلا. ليه يا عباس؟ ليه؟ انا سبق وحذرتك انك ما تعتبش البيت ده هنا تاني. المره دي مش هعديها لك يا حرامي. ناهد انت اللي جرأت الاشكال دي علينا يا حرام. كان من اول مره لازم تطلب للبوليس. اول ما حط رجله هنا كان احنا سيبناه يمشي. والمره دي جاي يسرقنا. المره الجايه ممكن يعمل ايه؟ يخطف عيل من عيالي. ما تتكلم يا حرام. سيبنا نتكلم يا ناهد. انت اكتر واحده عارفه ومتاكده ان انا لا يمكن اسرق. عشان ايه بقى؟ بلاش عشان العشره اللي بينا. وان كنت حافظاني كويس قوي. في المنطق كده هسرق فلوسي؟ فلوسك؟ الفلوس مش هدف يا ناهد. بدليل ان انا ما خدتش الفلوس اللي عرضتيها عليا او حتى اللي عرضها عليا محرم. هو ده الحرامي اللي عكننت علينا بسببه؟ هو ده الحرامي اللي عايز تضحي بعشرين سنه بيني وبينك عشانه؟ اطلع يا محرم. اطلع قول لاولادك قدام صحابهم ان هو ده ابوكوا. الحرامي رد السجون. ليه كده يا عباس؟ ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ انت مصدق ان انا ممكن اسرق يا محرم؟ انت بفسر لي. اشرح لي فهمني. الفلوس اتسرقت فعلا وانا جاي ارجعها. راجل حرام عليك بقى. اقول لي كلام منطقي عشان اقدر اصدقه. اتسرقت امتى وازاي؟ اتسرقت امبارح يا محرم. وانت بقى جاي النهارده ترجعها؟ ايوه جاي النهارده ارجعها. ومين اللي سرقها؟ واحد حرامي. ومين الحرامي ده؟ والحرامي ده بقى سرق الحاجة وجابها لك لغاية عندك وقال لك والنبي لا ترجعه. عباس أنا عايزك تديني دليل واحد بس يقول لي إن أنت ما كنتش جاي تاخد الفلوس دي النهاردة. محرم أنت الوحيد اللي واثق ومتأكد إن أنا عباس الدلالي. مراتي أنكرتني وابني أنكرني. إيه دليلك على إن أنا عباس الدمالي؟ لو أنت واثق إن أنا عباس الدمالي لازم تبقى واثق إن أنا لا يمكن أسرق. بقول لك إيه يا راجل أنت؟ أوعى تفتكر إن شغل الدحلبة ده هيخيل علينا. أنا جيت للولاد يا محرم عشان أرجع الفلوس دي. مصدقني ولا لأ؟ مصدقني ولا لأ يا محرم؟ يمشي عباس. يمشي يروح فين؟ ده ما يمشيش من هنا غير ما اطلب له البوليس. يمشي عباس. ومش عايز اشوف وشك بعد كده ابدا.
الراجل ده رايح فين؟ انت هتسيبه يمشي؟ لو شفت وشك هنا تاني مش هيحصل لك طيب، وده اخر انذار ليك، انت فاهم؟ مش عارف يا رشا، كل ما اتضايق الاقي رجلي جايبان عندك. ظهر انك هتبقي حائط المبكى بتاعي. وماله يا استاذ عباس، ما انا اول ما شفتك رميت عليك كل حمولي، فضفض باللي جواك يمكن تستريح. ساعات الفضفضه بتبقى اقصى من الجرح اللي مكتوم جوه القلب. أول مرة في حياتي أحس الدنيا فاضية من حواليا، زي ما أكون أنا لوحدي في الدنيا دي كلها. أنا كمان لوحدي يا أستاذ عباس. يمكن عشان كده جيت لك. أستاذ عباس، فين التفاؤل؟ فين الإقبال على الحياة اللي أنت علمتهولي؟ ده أنت خليتني أبتسم في عز المحنة اللي أنا كنت فيها. والله العظيم حاولت يا رجاء، حاولت ابتسم ما قدرتش. الظاهر مفيش فايدة. لا لا، أنا دمي تقيل أوي النهاردة. عن إذنك أستاذ عباس، هتروح فين؟ مش عارف. رزيل بس اصل مخنوق شويه بعد الشر عليك من الخنقه. تعال تعال يا اخويا بيتك ومطرحك، مالك الشر بره وبعيد الله اكبر. تعال اقعد استريح. اتفضل، قلقتني. انا عارف انك انت اللي تستحملي رزالتي دي. انت ست حموله واستحملت كتير طول عمرك. انا ما بقتش عارف اروح فين ولا فضفض مع مين. ها تفضفض معايا انا؟ هو انا غريبه عنك؟ شيل عن قلبك يا اخويا شيل. مالك اتكلم. انا اخر الزمن بقيت حرام يا محمود. انا بقيت حرام. ينقطع لساني مدام؟ في حد ياخد على كلام تقوله مهجه؟ ما تزعلش مني، حقك علي ابوس راسك. ولادي هم اللي بيقولوا عليا. ولاد ام محمود سرقوني فلوسي وطردوني من بيتي. ولادك؟ ولادك يطردوك من بيتك ازاي؟ ايه الحكايه؟ انت فاكره الفلوس اللي انا جبتها لك وقلت لك شيليها عندك ورجعت خدتها تاني عشان ارجعها لاصحابها؟ ايوه طبعا فاكر. هم دول صحابها، مراتي واولادي. جيت ارجعها افتكروني بسرقها. اخص عليهم قلالة الاصل دول، لا مؤاخذه يعني هم اولادك، بس ما يصحش يقولوا على ابوهم حرام. بس انت اصلا يعني جبت الفلوس دي ازاي؟ جت وخلاص. 20 سنة
وانا مستنى اللحظه اللي ارجع لهم فيها واخدهم فوق. والنبي ما تعمل في نفسك كده، الله والله ما يستاهلوا ضفرك. يا ريت يا ريت امنا خدت وعلينا نشوف اللحظه. يا اختي بقى، طب فين امهم يعني؟ ما تقولهمش عيب، ما يصحش. امهم هي قص الحكايه يا ام محمود. انا مش عارف ليه عملت كده. عشان ما بتحبكش. الست دي كانت لازم تربي ولادها وتقول لهم ما يصحش. اه 20 سنه وانت بعيد عنها. ما هو البعيد عن العين بعيد عن القلب. مش معنى انت يا ام محمود، ما انت عشت بعيد عن جوزك 20 سنه وعشت كما لو كان معاكي طول ال 20 سنه دول. صوابعك مش زي بعضيها يا اخوي. لا يا ست وانا، الفرق انها عمرها ما حبتني وانت بتحب لطفي الجنايني. والله يا عمري ما حبيته ولا قلبي دق له غير بكل كره. المرار اللي شفته معاه ودموع الظلم وحرقه قلبي يملوا 20 كتاب. احبه ازاي وليه؟ ده كان بيعاملني زي الاسود اللي بيدربه. راح فين يا مهجه؟ خدي. تاخرت ليه يا مهجه؟ خدي. ومهجه مستحمله عشان خاطر عيالها، مستحمله النار يا اخويا. الواحده مننا تبوس الايد اللي تطبطب والقلب اللي يحن عليه. ولادي اقول ايه لولادي؟ اقولهم ابوكوا صايع؟ قتل قتله؟ ده قتل، قتل وهرب وسابنا انا وولادي متلطمين. شفتي؟ شفتي بعد كل اللي عمله لطفي الجناني انت عملت ايه؟ وانا عمري ما عملت معناها حاجه وحشه. وبتعمل ايه؟ تعمل ايه بقى؟ كل واحد بياخد نصيبه. اللي تتجوز واحد زيك طيب وابن حلال وامير لازم تقيد له صوابعها على 10 شهر. بس نصيب. الله اكبر الله اكبر. الفجر جدا. الوقت معاك يا اخويا راكب رهوان وبيمرح. معلش يا محمود تعبتك معايا. تعبك راحة يا اخويا. إلهي وانت جاه يزيح عنك كل كرب ويكفيك شر المداري وما تنضام ويوقف لك ولاد الحلال يا عباس يا ابن حواء وآدم. ربنا يريح قلبك يا محمود. سلام عليكم. مع ألف سلام. صباح الخير يا عم فهد. يا صباح النور يا صباح النور. الله يرحمنا ويرزقنا يا كريم. نازل تصلي الفجر ولا ايه؟ ان شاء الله. اهو صلي سوا سلوتي ان شاء الله. ساعة الصبحية دي ساعة مفترجة، لا ذنب ولا خطية. تصور يا سلوتي، أهل الحارة دي ما بيتعزوش أبدا. راغي ودوادة وكله عمال يودد ويتكلم على كله. الراجل معلي السلطان الله لا يكسبه ولا يربحه في دنياته ولا في آخرته. انت ايه اللي سكتك يا عباس يا ابني؟ ما قلتلهمش الحقيقه ليه؟ ما قدرتش يا عم درويش. يعني ايه ما قدرتش؟ ايه اللي منعك؟ اقول لهم ايه بس؟ قول لهم ان مرسي هو اللي سرق الفلوس. وارميه في السجن يعني؟ يا ابني مش احسن ما ترمي نفسك انت في السجن في تهمه انت بريء منها؟ يا عم درويش، مرسي ما سرقش الفلوس عشان ياخدها لنفسه. مرسي سرق الفلوس عشان يدهاني. فكره كده انه بيرجع لي جزء من حقي. دماغه كده، هنعمل له ايه؟ اهو انت كده يا عباس يا ابني، تدافع عن ده وعن ده وتنسى نفسك، واديك في الاخر لبست التهمه. انا مش قادر اصدقه. صديق عمري اللي بيشك فيا دلوقتي. يعني مش مقصر فيك مراتك وولادك ومقصر فيك صديق عمرك؟ يا عم درويش، مراتي وولادي موقفهم واضح، بس محرم. محرم كان القشاية اللي اتعلقت فيها وانا بغرق، الوحيد
اللي بيساعدني ويحاول يثبت ان انا عباس الدميري. انت غريب يا عباس يا ابني، في زمن غريب حد يرجع الفلوس الكتيرة دي كلها وهو معوش ولا مليم؟ لا وايه دي الفلوس دي حقك ملكك. انا طالع على الصورة عايز حاجة يا مدرويش. واللي حيخرج لأكل عيشه ينزل مكلدم كده ومكشر؟ انت شايف تكشرت يا عم درويش، صوتك مكشر. يلا ربنا يعمل اللي فيه الخير. ابتسم يا ابني عشان ربنا يفرجها عليك. غصب عني والله يا عم درويش. انت فطرت قبل ما تنزل؟ هاكل اي حاجة في السكة. سلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عايز طبق فول وقرصان طعمية وشوية فلفل. اتفضل ولا هجيبهولك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحلى فول تاكله هنا عند المعلم عطا. ده في ناس كتير بيقولوا من آخر الدنيا، وممثلين كمان بيجوا ياكلوا هنا. شايف؟ زباينه كلها هاي قوي. صباح الخير يا عطوة. صباح الخير يا باشا. الفول حاضر يا باشا. لو سمحت يا اخ، الخطط التوفيقية دي للبيع؟ اه طبعا، وعندي كمان طوق الحمامة لابن حزم الاندلسي. بكام دول كلهم على بعض؟ اللي تدفعها حضرتك. 500 جنيه كويس؟ شيل يعني الكراكيب دي ارميها بره. يا معلم ما يصحش كده. وحصل ايه في الدنيا؟ حصل ايه في الدنيا؟ في زبون جديد جه حلاوه هيدفع شهرين مقدم، قعدك انت في الشقه اعمل بيك ايه؟ اطير الزبون واقعد استناك؟ يلا امشي الكراكيب دي. اعمل لك فهم يا اخويا. وايه ده؟ سيب الحاجه يا ابني. حاجه؟ هي دي بيسميها حاجه؟ هي لو كانت حاجه كنا سيبناها. دي شويه زباله، شيل يعني الكراكيب بره. يا معلم عيب ما يصحش كده. في ايه يا جماعه؟ طلع الحاجات دي يا ابني فوق. يطلع يطلع يا اخويا، نزل ايد الحاجه. استنى. الله، في ايه يا معلم؟ خلاص خلاص يا حبيبي، بطلنا نسكن بلوشي. بلوشي ازاي؟ هو مش دافع لك الايجار؟ ايجار؟ ايجار اللي دفعهولي؟ ما شفناش منه غير 25 ملطوش، ولا مؤاخذه بقى في سكن جديد عايز الشقه. 25 جنيه؟ ما انا اديته النص وخليته النص لزوم مصاريفي. لسه لك كام يا معلم؟ 50 ملطوش ما يقولوش مليم. ارمي يا هو الزباله دي، طلعوها بمعرفتهم. ناس تخاف ما تفتشيش. عباس انا جاي اخد حاجتي وامشي. حسبني تمشي؟ ده كلام برضو؟ استنى بس عباس. استنى ده ايه؟ انا ما اقعدش معاك في مكان واحد يا مرسي، كفايه اللي حصل لي. طب نقعد نتكلم. مفيش كلام معاك. لا عباس. رايح فين؟ اوعى مالكش دعوه بيا. طب على الطلاق بالثلاثه، هتيجي تشرب كوبايه شاي وتاخد واجبك وتمشي. طلاق ايه يا نصاب؟ انت مجرد عشان تحلف بالطلاق؟ الاي توصلني ترميه؟ انت جاي معايا. الله الله. وقعد خمسه. انت زعلان مني يا عباس؟ يا عم انت برد عليا. طب اطلب لي كوبايه شاي. انا شايفها مزهزهه معاك اليومين دول. تعالى. ايوه يا باشا. هات له شاي. تشرب الشاي وانت من سكه وانا من سكه. ليه بس يا عباس؟ انا عملت ايه؟ زعلان انا بجيب لك حقك؟ ما هنش عليا اشوفك في الحاله دي. انت عاملني المعامله دي؟ احنا عشت عمر يا اخي. شوف كم سنه، كل سنه في حكم الالف سنه. قاعدين في وش بعض بناكل فقرانه واحده. تقوم تخسرني عشان حاجة بسيطة زي دي؟ الشاي يا باشا. أيوة أنا حرامي. وحرامي من زمان مش من امبارح. يعني أنا لقيت شغلانة شريفة وما اشتغلتش، كنا هنعيش إزاي؟ هناكل منين؟ يعني كل الاكل اللي انا اكلته معاك ده حرام. وانا جايب لحم خنزير لا سمح الله، ما
وكنت بجيب لك احلى اكل. احلى اكل بفلوس حرام. وفي فلوس حرام وفلوس حلال، والجنيه الحرام شكل الجنيه الحلال، بص لهم ما تفرقهمش عن بعض. يا ابني ده جيب لي شاي مقطوع نفسه. سابك يا ابني. خلي جنيه. هو ده جنيه حرام. رايح فين؟ انت خليت ولادي يتهموني ان حرام يا مرسي. بقى في شوك؟ غشيم. ما انا قلت لك مالكش في الشغلانه دي. عباس! عباس! بس يبقى تعالي بقى وهاتي معاك الشغالين بتوعك يساعدوا. خلاص دي فكره. الشغالين اليومين دول يا ساتر يا رب. بنت جات لي من البلد مقشفه وحالتها بالبلد، نظفتها ولبستها تقوم تسيبني عشان خاطر 5 جنيه زياده. الصنف ده ملوش امان ابدا. والله غلبت فيهم من عمايلهم، لو سبتها في البيت لوحدها ممكن تجيب لي مصيبه، يا تمشي مع المكودي يا تمشي مع البواب. انا بقى شخصيا مريحه نفسي خالص، بس اوردهم فورا من الفلبين، لا يعرفوا يروحوا ولا يجوا. طب حاسبي بقى، لا ربنا يوعدك بمكودي فلبين ياخدها ويمشي. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ست ناهد موجودة؟ موجودة يا فندم. نقول لها مين؟ أنا. أيوة، مين حضرتك يعني؟ وأنت مين؟ أنا فتحة السفرجي. يا أهلا وسهلا، يا بختك. عارف الناس الغلابة ما عندهمش سفرجي. أمال عندهم إيه؟ عندهم طبلات. أهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. ثانية واحدة. عامله دايت انما هايل، هبقى اكتبه لك. طيب وايدك مع دكتور؟ والله ستاني في واحده ست عاوزه حضرتك. طيب انا جايه هرجع لك تحكي لي على الدايت. يلا انا اذنكم. احكي لي بقى يا دينا، اخبار جوزك ايه؟ الله اكبر الله اكبر، صلاه على النبي صلاه على النبي. انا برضو قلت بنت الناس ما يطلعش منها العيب. صباح الخير يا ناهد هاني. صباح النور. انت عايزاني؟ والله انت اللي عايزاني، بس انا عايزه اقول كلام كده يتقال في اجتماع مغلق. بخصوص ايه؟ ربنا امر بالستر، تعالي نقعد على انفراد. اتفضلي هنا اتكلمي. اقول ايه؟ بصي يا ست ناهد يا اختي، الدنيا دي متفاته وما بيفضلش منها غير العمل الطيب. احنا يا اختي والله بنلاقي الشر على الباب والخير نجريله بالمشوار، وانا جيت لغايه عندك اهو، يعني ما عندكيش حجه بقى. ايوه يا ستي اتكلمي، عايزه ايه؟ والله يا اختي انا مكسوفه منك وعرقي مرقي مش عارفه اقول ايه. الاسره يا اختي من غير اب زي الطبيخ من غير ملح، والاب ده زي الحله البريسكو، يكتم على نفس العيال لكن في الاخر ايه يطلعوا مستويين وحلوين وزي الفل. يعني انت جوزك سابك وعيالك عيانين، محتاجه قرشين يعني. ايه ده ايه ده ايه ده، انت فاكراني ايه بقى؟ انا عامله في نفسي كل ده وفاكراني جاي اشحت؟ لا يا حبيبتي، ده انا عيني مليانه وبكي عمران ولسه قبضة. ايوه يا ستي، يعني انت جايه لي ليه؟ بصراحه بقى انا جايه لك بخصوص الاستاذ. استاذ مين؟ الاستاذ عباس. عباس؟ عباس مين؟ عباس جوزك ابو عيالك اول بختك يا اختي. جوزي مين يا وليه انت؟ انا جوزي عباس ده مات من زمان. مات ايه؟ ايه مش طلع له كرامات؟ وسمعوا صوت من التربة عمال يقول ناهد ناهد، وساعات يقول فلوسي فلوسي. انت بتخرفي تقولي ايه يا وليه؟ انا ما بخرفش، انا بقول الحق. انت بتعملي فيه كده ليه؟ مش حرام عليكي يا اختي؟ انت عايزه ايه يا وليه انت؟ انت حكايتك ايه بالظبط؟ انت جايه تنصبي عليا؟ انا هطلب لك البوليس دلوقتي يجي يشيلك من هنا. يشيلني ليه؟ كشك سجاير ولا عربيه صف تاني؟ قطع لساني اللي يقول عليا نصابه. انت بتعلي صوتك عليا يا وليه انت؟ ايه؟ انتوا عصابه؟ احنا عصابه؟ اذا كنا احنا عصابه انت شيخه منصر. اخرسي يا قليله الادب. قليله الادب؟ اتجوزت على جوزي وهو حي؟ بعص عليه ولاده؟ انت بتقولي ايه يا وليه انت؟ بقول اللي حصل. ايه يا نهد في ايه؟ مين دي يا نهد؟ ست ام محمود. انت تعرفيها؟ ايوه، دي بتشتغل عند رجاء مرات اللواء جلالي اللي في الداخليه. يعني خدامه؟ خدامه بس انضف منك. انا بخدم عشان خاطر عيالي، مش بتستت على حساب عيالي يا هانم. فتحي تعالى ارمي الست دي بره. ايه يا نهد؟ مش كده امال؟ ايه اللي بيحصل بالظبط يا نهد؟ ايه ده؟ في ايه يا نهد؟ شوف البلاوي اللي بتتحدف علينا. محمود؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت تعرفها؟ انت تعرف الاشكال دي؟
الاشكال دي؟ ما هو من دخل بيت الخسيس ما ينوبه غير التقليد. السجنات يا ولية انتي؟ استني بس يا ناهد، في ايه يا محمود؟ سبحان ربي، انت انسان طيب وراجل محترم، لكن هنقول ايه؟ الظاهر ان المخده ما بتشيلش اتنين حلوين، وذنوب مراتك دي انت اللي هتشيلها. وانا كان لازم اتكلم. اللي يسكت عن الحق شيطان اخرس، وانا في الحق يا اخويا لساني اطول من شريط المترو. فتكوا بعافيه. محرم بيه، مين الست السوقيه دي؟ ايه يا خواجه، انت فين؟ عديت عليك النهارده الظهر ما لقيتكش. لا خير، خير قوي. شوف بقى يا سيدي، انا معايا تحفه انما هتجننك. عقد، بس عقد مش موجود منه خالص. لا يا خواجة عيب، ده بتاع الماما بتاع الانا. عد عليك النهاردة الساعة 7. يا سيدي ما تدقش، بين الشاري والبيع يفتح الله. سلام. ايه بقى؟ انت فين؟ مختفية بقالك كتير قوي ومش عارف الاقيكي. بقالي يومين ما شفتكيش. عندي صداع. صداع بقاله يومين؟ بقولك ايه؟ انا مزاجي مش رايق يا سعيد. لما تشوفيني هروقلك مزاجك على الاخر. بس انا عندي مواعيد النهاردة. بقولك ايه؟ انت وحشاني، وحشاني موت. انت مش عندك شغل النهاردة؟ لا يا حبيبي، انا مأجز النهاردة ومحضر لك حتة دين مفاجأة انما ما حصلتش. انا شبعت من مفاجأتك اللي ما بتحصلش. لا المرة دي هتحصل، وبعدين ما انت لو ما جيتيش هجيلك انا. هتيجي فين يا مجنون؟ خلاص يبقى مستنيكي. اوكي يلا، باي باي. باي صبحي. ايوه سعادة البيع. اسمع، جهز الاكل وبعدين ابقى امشي، بس عدي عليا بالليل. حاضر سعادة البيع. ده بقى اهم كتاب اتكلم عن المرحله دي، تاريخ مصر في عصر البطالمه. كليوباترا كانت اخر حكام البطالمه لمصر. كليوباترا ما كانتش مصرية، كانت يونانية، حفيدة من أحفاد بطليموس قائد جيوش الإسكندر الأكبر. طبعا عارفين مين هو الإسكندر؟ إسكندرية. هو الجدع ده بيعمل للزباين إيه؟ بيسحر لهم؟ ده هيقلبها ندوة في الشارع. ده قاري الكتب دي كلها، هو إحنا عارفين نبيع حاجة جنبه؟ إيه ده؟ هي دي المفاجأة اللي فلقت دماغي بيها؟ قديمة. فين المفاجأة بقى؟ المفاجأة موجودة، بس هتتأخر شوية. أنا بيني وبينك أصلي مستني مبلغ محترم قوي جاي لليومين دول. أمال جبتني بدري ليه؟ أصلك وحشتيني يا حياتي. شوف بقى يا سعد، أنت شاب ظريف أوي، وأنا معجبة بيك أوي، لكن ظروفك يعني. مالها ظروفي يا نوفي؟ ما أنا بشتغل وبكسب وزي الفل. عند بيبرز؟ وفيها إيه يعني؟ بيديلك مرتب كام؟ 1000، 2000؟ ده غير الفلوس اللي أهلي بيبعتوها لي. يعني بتحصل كله كام؟ 3-4-5 آلاف جنيه في الشهر. يعملوا ايه يا حبيبي؟ جريان دين، واحنا جايين نتكلم عن الفلوس والمرتب؟ وبعدين وانا يعني افضل كده طول عمري؟ انا بكره هبقى مليونير.
قلت هيحصل امتى يا حبيبي؟ قريب، قريب قوي. تعالي بقى وحشتيني. مش على طول كده. مش تجيب لنا حاجة نشربها الأول؟ ثواني. ايوه. ابيض ولا احمر ولا روزيه؟ ايه هو؟ النبيت يا حياتي. روزيه يا حبيبي. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرجه. خد مد ايدك يا عم درويش. ايه ده؟ 840 جنيه حصلت النهارده. أنا خدت 84 10% بتوعي ودول الباقي. لا يا عباس يا ابني، كده ما ينفعش. ما ينفعش ليه يا عم درويش؟ اقسمهم نصين، أنت النص وأنا النص. نصين إزاي يا عم درويش؟ يا ابني أنت تاخد حقك وأنا آخد حقي. حق ده إيه؟ الكتب دي بتاعتك، ملكك. يا عباس يا ابني، الكتب دي لولا وقفتك على السور وتعبك طول النهار ما كانتش جابت حق الورق اللي مكتوب عليه. امسك. ايه دول؟ ده مبلغ كده هتخليه معاك. مستور يا اخويا والحمد لله. حد قالك ان انا محتاجه حاجه؟ معلش يا محمود، انت فهمتيني غلط. انا قصدي انك تحوشيلي المبلغ ده. بتحوش ليه؟ هتتجوز؟ حكم كده الرجاله لما القرش يجري في ايديهم يحوشوا ويكنزوا عشان النسوان. انا اتجوز تاني. لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. وانت يا اخويا ايه اللي يجوزك واحده من جحر؟ ده انت تستاهل احسن واحده من احسن عماره. انا قصدي اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. فهمت. انت لسه فاكر؟ انسى بقى. انا بحوش يا محمود عشان اعمل اهم حاجه في حياتي، الحاجه الوحيده اللي هعملها لعباس الدميري. ايه هي يا اخويا؟ عايز ارجع تاني عباس الدميري. ما انت عباس يا سلطفي. لا انا كده ولا عباس ولا لطفي، انا ولا حاجه. بعد الشر عليك. ولا حاجه ازاي؟ ولو اني مش فاهمة حاجة يا سلطفي، لكن هترجع عباس ازاي يا سلطفي؟ هكتب كتاب. يا لهوي، مش بقول هتتجوز؟ انت مخك راح لبعيد قوي يا محمود. انا هطبع كتاب. اطبع كتاب انا اللي مألفه. ولما تطبع اللي انت بتقول عليه ده هيرجعك عباس ازاي يا سلطفي؟ شوف يا محمود، انت لما تيجي تعملي حلة محشي وتحبشيها التحبيشة بتاعتك بالقدرة والبهارات، حتة لحم ضاني، حتة ليا، والريحة تطلع تفحفح في الحارة كلها، الناس تقول ايه؟ تقول ايه؟ تقول ام محمود عاملة محشي النهاردة وطهر يطلع لغاية هنا. نفسك في المحشي يا اخويا وانا اعمله لك. اهو ده اللي انا عايزه، يقولوا ام محمود. انا عايزهم بقى يقولوا عباس الدميري. لما اطبخ كتاب حلو وريحته تفحفح في الدنيا كلها يقولوا اهو ده عباس الدميري. فهمت يا محمود؟ والنبي ما انا فاهمة حاجة، لكن على العموم بالهنا والشفا. المهم يا محمود، كل يوم والتاني هاجي اديك مبلغ على المبلغ ده، يفضلوا معاك لغايه ما يكملوا 15,000 جنيه. يا لهوي، هتطبخ كتاب ب 15,000 جنيه؟ مهما تحايلت عليكي اخد مليم منهم ترفضي، مهما كنت محتاجه. ام محمود يا خرابي، الاقيك محتاج يا اخويا وعز عليك الفلوس؟ يا ست انا اللي عايز كده. هتحايل عليك اقولك والنبي عشان خاطر يا ام محمود. ولا مليم. انا محتاج يا ام محمود، ما يصحش كده. وانا مالي يا اخويا، انت جاي تستلف مني؟ شاطره يا ام محمود. دول كام؟ دول 400 جنيه. معاك فلوس تاني؟ مش معايا كتير. هاتهم انت لسه هتعد. دول 20 بس. خلاص خلي معاك 10. وعلى ايه 10؟ وريني. خد 5 معاك. واضحة، أنا اللي جبته لنفسي. من ساعة ما كلمتني وأنا مستني أشوف التحفة بتاعتك دي. لا شفت ولا هتشوف زيها يا خواجة. طب يا سيدي نشوف. 10 بواكي قبل ما تشوف. أشوف وبعدين أقولك. ماشي ماشي يا خواجة. إيه رأيك؟ 10 بواكي كتير، جوز كفاية. جوز؟
جزء ايه يا خواجه؟ انا اقل من 10 باكب مليم ما باعش. انا قصدي جزء جنيهات. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ العلبه الفاضيه ما تسويش اكتر من كده. والله العظيم ما تتقلي على حاجه يا سعيد بيه، ده انت فلوسها بتكون مرميه وانا بلمها واديها لك. اهو اسمع، البيت ده ما حدش بيخشه غيرك. انا مش عاوز اتعصب، انا هخرج اسهر دلوقتي وارجع الاقي العقد في مكانه، والا انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه. دور كويس يا سعيد بيه. دور انت، انا بقول لك اهو تدور عليه لحد ما تلاقيه. ايدك تكون نطرته كده ولا كده، انت حر، عقلك في راسك تعرف خلاصك، فاهم؟ احنا راجعين من اسكندرية، انا ومامي وبابي وتيتا، اتقلبت بينا العربية، كلهم ماتوا، مفضلش غيري انا. وبعدين يا رشا؟ زي ما انت شايف، عايشة لوحدي، ماليش حد. يعني ايه مالكيش حد؟ وانا رحت فين؟ يا وانا اللي جاي شايل هموم الدنيا دي كلها، وقلت اجي اشم نفسي معاكي شويه، الاقيكي كده. انا اسفه، انا ما اقصدش، بس مش عارفه ليه ارتحت لك وفتحت لك قلبي. طب بقول لك ايه، انت تقومي تجهزي نفسك وتلبسي فستان سهره شيك، وانا الساعه 10 هعدي عليكي، هاخدك ونروح نسهر سهره حلوه في اي حته انت عايزاها، ونضحك ونفرفش وننسى بقى هموم الدنيا دي. انا مش عارفه الحياه كان ممكن يبقى طعمها ايه لو ما كنتش انت موجود فيها. ميرسي قوي. ما تنسيش الساعه 10. مساء الخير. استاذ عباس. مين الراجل ده؟ ده دكتور السنان، كان بيشوف سناني، اصلهم وجعاني قوي. دكتور السنان بيكشف في البيت؟ اصلهم مش وجعاني قوي قوي، بس يعني قلت يجي يشوفهم. بيقول لك الساعه 10 عليه. ده ميعاد الدواء. الله، ايه الورد الجميل ده؟ اتفضل يا استاذ عبد. ايه ده؟ انا دايما كده بنسى فلوسي في كل حته. اسمحي لي اسالك سؤال يا رشا. اتفضل. هو انت بتصرفي منين؟ ده مش سؤال يا استاذ عباس، ده جواب. لا انا ما اقصدش، انا بسالك بس يعني. انت بتشك فيا؟